السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم يا حبايب قلبي اللي ما اشتركش في القناه اشترك، فعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص يا حبايب قلبي، اشتلت كل الفراخ اللي موجوده في البوكس هنا، وديتها البيت الثاني في العشه هناك. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا بقى يعدي على خير ويسترها يا رب معايا ومعاكم. خلاص انا نقلتهم كلهم مع بعض، الدورين اهمت، الدفعه الكبيره والدفعه الثانيه على طول نقلتهم مع بعض. فربنا يبارك بقى ويسترها معايا ومعاكم يا رب، اللهم امين. وايه، وينفعوا هناك مع بعض ان شاء الله في البيت الثاني. زي ما انتم عارفين البيت الثاني لا فيه كهرباء ولا فيه اي حاجه، هيبقوا طول النهار على نور ربنا، وبالليل هيباتوا في الضلمه. فربنا يسترها معايا ومعاكم يا رب ان شاء الله، وما يحصلهمش اي حاجه، وربنا يبارك للجميع. دول بقى هنضف الدورين بقى دلوقتي. عندي انتاج في الفقاسه ان شاء الله هيطلع معانا بكره اذا اراد ربنا، في بيض نائر وطلع وفي بيض لسه، فربنا ييسر الحال. ودي بقى اجيب اللي في الكرتونه فوق احطهم هنا، هيبقى معانا دفعتين ان شاء الله، دفعه في الارضي ودفعه في الفوقاني، فربنا يبارك يا رب ويزيدنا جميعا ان شاء الله. زي ما قلت لك يا حبيب قلبي، اي انتاج هيخرج في الفقاسه من انتاج طيوري مش هضحي بهم خالص، عشان هوصل اوسع من الانتاج بتاع بيتي او من انتاج طيوري. عايزه اعمل كميه كبيره تبقى من انتاج طيوري، انا مش من اي انتاج تاني. فربنا ييسر الحال يا رب ليا ولكل امه محمد اجمعين. هجيب المقشه بقى وامسك الدورين اكنسهم وانضفهم كويس واعقمهم. هو الدور الارضي مش هعقمه عشان هجيب فيه فراخ واحطه على طول، هو ما لحقش يعني هو يتوسخ او يبقى له ريحه كريهه او كده. وبعدين انا معقمه الاوضه فورمالين ومنضفاها الاوضه كويسه، فهنضف البوكس كويس وهجيب لها فرشه نظيفه وهفرشها عشان اجيب الفراخ اللي في الكرتونه فوق احطهم في البوكس معاكم هنا، ونشوف هنقدم لهم وجبه ايه الليله عشان نبدا معاهم بقى خلطات ونظبط الدنيا وياهم، عشان الفراخ بتاعتنا تشيل وزن وترفع معانا على طول باستمرار زي الفراخ الثانيه الدورات اللي قبل كده. فربنا يبارك يا رب ليا وليكم امه محمد اجمعين، اللهم امين يا رب. خليكم معايا يا حبايب قلبي، ما تروحوش في اي حته، هنضف البوكس وهجيب الفراخ وهرجع لكم تاني ان شاء الله ونظبط الدنيا مع بعض. كنست البوكس يا حبايب قلبي خلاص هناك، وجيت بقى عشان اخد الفراخ. زي ما انتم شايفين حضراتكم هم، بسم الله ما شاء الله، دول حلوين هم جدا جدا، ربنا يبارك يا رب ليا ولكل امه محمد اجمعين. هاخدهم بقى عبوه في كرتونه صغيره، واخدهم بقى عشان ايه انزلهم تحت ونشوف هنستقبلهم على ايه تحت في البوكس في الميه وفوق على العلف، عشان نظبط دنيتهم برده زي الايه الدورات اللي قبل منها. ربنا يبارك يا رب، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. الدفعه دي كان فيها فرخين بزراميط، بس ربنا ما قرضش بقى الفرخ، واحد منهم مات. ربنا يبارك في الموجود بقى يا رب، ربنا يبارك في الموجود. هنا كانوا بيبهدلوني جامد، بضطر ان اخدهم بالليل بقيتهم معايا في الشقه، فقمت لقيت الفرخ البزراميط ميت من كتمته في الكرتونه، لان الجو بيبقى حر يا حبايبي. شايفين الكتكوت الهندي ده؟ بسم الله ما شاء الله، الهندي بيبقى مميز ومعروف عن اي فرخ ثانيه. اهو الهندي اهو يا حبايبي، ربنا يبارك يا رب. تعالى بقى هبطني اهو، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للجميع يا رب، اللهم امين. فرخ البزراميط الثانيه يا حبايبي، ما تبهدلوا في حادثتهم في الكرتونه، الجو اليومين دول حر جدا جدا، فربنا يسترها معايا ومعاكم يا رب، اللهم امين. ربنا يسترها مع الجميع. الدفعه ديت فيها ست فراخ هندي، دول اربعه وادي اتنين اهمت، يبقى ست كتاكيت هندي، لان دول دفعتين طالعين ورا بعض مش دفعه واحده. كان دفعه طلع لي فيها 12 ودفعه طلع لي فيها 19، فكانوا 17 عفوا 17 و12، فمات واحد ايه بزراميط، فدول حاليا 28 كتكوت. فربنا يبارك فيهم يا رب ويرزقنا منهم الخير، اللهم امين. هاخدهم بقى وانزل تحت يا حبيب قلبي وهكمل معاك التصوير ان شاء الله. خلاص يا حبايبي نزلنا تحت اهوت بقى، هنسيب الفراغ بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه، والله العظيم انا بتعب فعلا، يعني هي حاجته اي نعم وبتعب لها، بس بتبهدل احلى بهدله والله ما بكون بصور فيديو، عشان بس اصور لكم الحاجه باتقان واوصل لكم المعلومه اللي انا بعملها اوصلها لكم صح. بسم الله ما شاء الله، نشيل بقى الهندي الاول كده، ادي اتنين اتنين ادي اربعه، بسم الله ما شاء الله، شايفين شكل الهندي وجماله، ربنا يبارك يا رب. اربعه همت يا حبيب قلبي، أربعة، رحت فين يا عم الحاج؟ أهو ستة، ربنا يبارك يا رب، دول الستة الهندي بتوعي هما بسم الله ما شاء الله. والدفعة اللي كانت قبل منهم كان فيها اتنين، واللي قبل منها فيها واحد، دي تسعة كتاكيت هندي طالعين لي إيه دفعات ورا بعض كده. فربنا يبارك يا رب للجميع إن شاء الله. والكتكوت الجميل بتاعنا الفيتنامي ده بسم الله ما شاء الله، ودي البطاية اللي كانت خارجة في الفقاسة مع البط الجعجاع، دول حاجة جميلة جدا جدا. بقى الباقي معانا بقى جميزة و
جميزه وفيومي وبلدي بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دول زي ما قلت لكم حبيب قلبي 28 كتكوت، ربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين. هم هنا هيحلوا هيبقى يومهم بيومين، لان فوق كانوا بيتحبسوا في الكرتونه من ايه من المغرب، كنت بحبسهم في الكرتونه وانا طالعه، فكنت باخدهم معايا في الكرتونه، فهم الوقت هيبقى لهم زي نهارهم سايبين، مش هيتحبسوا ولا هيقلقوا تاني، فربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد. هتعملوا ايه النهارده يا مولاي؟ اعمل لهم حاجه مغذيه جدا جدا حبيب قلبي عشان ترفع الوزن بتاعهم على طول، عشان ما ايه ما يرجعوش مننا ورا. هم بسم الله ما شاء الله حلوين جدا جدا ربنا يبارك. جيت اول امبارح لقيت فيهم فرخين دبلانين كده، فلحقتهم بسرعه عملت لهم ليمون يا حبايب قلبي، عصرت لهم ليمون في السقايه، الحمد لله الليمون خلى عندهم حيويه ونشاط جامد جدا جدا. وبرده هعمل لهم ليمون برده النهارده. معانا اهو حبايب قلبي بطاطا مسلوقه، دي بطاطا مسلوقه سلقاها على الكانون لجميع الطيور، فجبت ايه اربع ازرار صغيرين كده هعملهم لهم، وجبت ليمونه كبيره اهي ايه شقتها عشان احطها لهم على الميه واحط لهم ايه يشربوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الكنسه قومتها بجنب اهو يا حبايب قلبي لما الصبح، لان احنا بالليل لما الصبح ان شاء الله اذا اراد ربنا هعبهم في البراويطه لاحمد عشان يشتغل يرميها ايه على الطريق بره على السبله اللي انا ايه بلمها عشان ابيعها. انا ما برميش حاجه يا حبايب قلبي، كل حاجه ولها منفعه. انا زي ما قلت لكم ان انا ببيع السبله برضو، بجيب بفلوسها علف، بجيب بفلوسها اي حاجه، ما برميش اي حاجه يا حبايب قلبي، كل حاجه عندي لها منفعه. يعني حاولوا بقدر الامكان ان انتم ما تاهملوش في حاجتكم. سبله الطيور يا جماعه ليها منفعه، بتتباع ما بتترماش، يعني اللي بيرميها في الزباله او بيرميها في اي مكان او بيشحتها ما عادش حاجه بتشحت النهارده، كل حاجه لها منفعه يا حبايب قلبي. حاولوا بقدر الامكان ان انتم تستنفعوا من كل حاجه بتطلع من طيوركم، ما تبهدلوش في اي حاجه. نضيف بقى شويه العلف اللي هنضيفهم لهم، لان انا شايله العلف من قدامهم من الظهر لحد الان كده دلوقتي الساعه 11 بالليل، ما علفتهمش والله من الظهر، من قلت اجوعهم عشان اما ينزلوا تحت ياكلوا ويبقى عندهم ايه قبول على ايه على الوجبه اللي عاملها لهم. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده اقشر بس البطاطا وهكمل معاكم. خلاص يا حبيب قلبي انا قشرت البطاطا اهيت، هفركها بقى في العلفه بتاعتنا كده. شايفين البطاطا حمراء وجميله ازاي ومسكره يا حبيب قلبي، انا دقتها لقيتها مسكره جدا جدا، يعني ضايقاها وهي خضره كده طريه لقيتها مسكره، دي حلوه جدا جدا للطيور. عملت ثلاث ايه تزرار، لقيت الاربعه يبقوا كتار، عملت ثلاثه بس هما رغم ان هي صغيره بس كتار عليهم يعني الاربعه، فعملت ثلاثه كفايه. ده هتخلي الطيور بتاعتك حلوه جدا جدا، استخدميها مع الطيور بتاعتك سواء بطاطس او بطاطا، الاثنين فايدتهم واحده، بس البطاطا اعلى شويه عشان فيها ماده سكريه. فربنا ييسر الحال يا رب ليا ولكم الامه محمد اجمعين. اهو ما احتجتش لا ميه ولا اي حاجه، انا بسيتها بالبطاطا، يعني انا بسيت العلفه بالبطاطا اهو يا حبايب قلبي، ما فيش اي مشكله خالص، ولا عليها ميه ولا عليها اي حاجه. نحط بقى للطيور بتاعتنا وربنا يبارك يا رب ويحسن ما بين ايدينا جميعا ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا اللهم امين. هم لسه مستغربين المكان ومستغربين العمل يعني، فان شاء الله الصبح اذا اراد ربنا هنقوم الصبح مش هنلاقي قدامهم اي حاجه، فربنا يبارك يا رب ربنا يبارك. الفراخ بتاعتنا بسم الله ما شاء الله حلوين جدا جدا، ربنا يبارك للجميع يا رب اللهم امين. هم لسه يا حبيب قلبي زي ما قلت لكم هم مستغربين المكان، بس ان شاء الله اذا اراد ربنا مجرد ما هياخدوا على المكان ويعرفوا ان دي مكانهم خلاص وهيستقروا فيه هياكلوا وهيشربوا وتبقى امورهم تمام. انا حاطه بقالي 3 ايام بحط لهم ليمون في الميه، لان الليمون فيه فيتامين سي ومضاد حيوي في نفس الوقت، فالليمون يا حبيب قلبي حلو جدا جدا ليهم، هيحافظ عليهم وهيرفع مناعتهم. لان انا بقول زي ما قلت لكم لقيتهم اول امبارح لقيت فيهم فرخين دبلانين كده عمالين يتقلبوا على ظهرهم، مجرد ما حطيت لهم الليمون وشربوا منه الحمد لله والشكر لله بقوا حلوين جدا جدا ربنا يبارك يا رب. شايفين حجم الكتكوت معانا حلو جدا جدا اهو، اقرب لكم الكاميرا بس شويه. شايفين حضراتكم دول عمر اسبوع او اقل من اسبوع كمان، مش اسبوع دول كمان، دول حوالي اربع ايام او خمس ايام، فربنا يبارك يا رب ليا ولكم الامه محمد اجمعين اللهم امين يا رب. وبكده حبايب قلبي اكون وصلت معاكم نهايه الفيديو النهارده، دي الخلطه اللي قدمتها للطيور بتاعتي، وخلاص هم يستقروا في المكان ده لحد ما ايه ما يكبروا شويه، وبعدين هشوف لهم مكان تاني انقلهم فيه، فربنا يبارك للجميع يا رب اللهم امين. وضفت ليمون على الميه، مفيش حاجه يا جماعه ما ضفتش حاجه كتيره ولا حاجه، حاجات بسيطه كلها من قلب البيت بس بتفرق جدا جدا مع الطيور بتاعتك، فربنا يبارك للجميع. مش عارفه الاضاءه وحشه ليه الليله اصلا، فربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد. هم يبداوا هم يعني فيهم فراخ بدات اهيت ان هي ايه تنقر في الاكل وتاكل، فان شاء الله كلهم هينقروا وياكلوا مع بعضهم، مجرد ما واحد بيعدي بياكل تلاقي الفراخ كلها اتلمت وهتاكل ان شاء الله، فربنا يبارك يا رب. انا مش عايزه افصل معاكم الا لما اوريكم بس هم بياكلوا، بس ان شاء الله يتلموا كلهم وياكلوا عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو. وبكده حبايب قلبي اكون وصلت معاكم نهايه الفيديو بتاعنا النهارده، بالله عليكم لو استفدتوا مني بمعلومه صغيره ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.